where ي ألف where ي برضه هنحطهم فين؟ في قلبنا وعينينا. ألف where ي. طيب في حاجة كمان كده احنا أخدناها واحنا صغيرين شوية، عندنا حاجة اسمها الحروف الرافضة. الحروف إيه؟ الحروف الرافضة اللي هي استحالة 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 تنصب في أي حرف أبدا يجي بعدها. إيه هما؟ نحطهم برضه في قلبنا وعينينا ما ننساش. ألف دال زال را زاي واو تاء مربوطة. طيب أنا لما أجي أسألك دلوقتي وهقول لك أنا عندي كام حرف قصيرة؟ هتقول لي تلاتة. هتقول لي فتحة كسرة ضمة. تمام أوي. طب لو جيت سألتك أنا أقول لك أنا عندي كام حركة طويلة؟ هتقول لي برضه تلاتة اللي هما إيه؟ هتقول لي المد. عندي مد بالألف ومد بالواو ومد بالإيه؟ بالياء. في حاجة كمان كده عايزاك تعرفها وتحطها في دماغك، عندي علامة صغيرة كده صغنطوطة لما بتتحط على الحرف بتخليه ساكت خالص، العلامة دي اسمها السكون. اسمها إيه؟ السكون. حطها في قلب الواحدة العلامة دي اسمها السكون. خلاص؟ بعد ما رجعنا للمراجعة البسيطة دي كلها هندخل على الحرف الجديد بتاعنا وهو النهاردة حرف الحاء. حرف الحاء، حرف الحاء اسمه ايه؟ حاء. طب صوته ايه؟ اسمه ايه؟ حاء. طب صوته ايه؟ طيب انا لما اجي اكتب حرف الحاء بكتبه ازاي؟ ادي السطر بتاعي اول، احط نقطة على فوق السطر، فوق السطر مش على السطر، فوق السطر، وامشي بظهري، همشي بظهري كده، امشي 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 واقول بس الحمد لله ما وصلت، واروح واخدة ايديها ونازلة عاملة ايه؟ بطن كبيرة خالص، لأن الحاء عندها بطن كبيرة، دايما ماشية ببطنها، يبقى ازاي تاني بكتب حرف الحاء؟ احط نقطة عندي فوق السطر مش على السطر، فوق السطر، وامشي امشي 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 وارجع بظهرها، اروح واخدة ايديها ونازلة عاملة ايه؟ بطن كبير، بطن كبير. طيب يا كيشو هنا تاني انا عايزه اكتب حرف الحاء تاني، هكتبه ازاي؟ احط نفس نقطه فوق السطح وامشي وامشي امشي 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 واقول الحمد لله وصلت، اروح واخده ايديها وعامله ايه؟ بطن كبيره خالص، بطن كبيره خالص. اهم حاجه عندي ان السطر بتاعي يدخل في بطن الحاء، يدخل في بطن الحاء. طيب تاني ده اسمه ايه؟ حرف الحاء. صوت حرف الحاء. طيب ازاي بكتب حرف الحاء؟ احط نفس النقطة فوق السطر وامشي امشي 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 امشي، واول ما اوصل للاخر اروح واخدة ايديها عاملة ايه؟ بطن كبيرة، والسطر بتاعي بيدخل فين؟ في بطن الحاء. طيب الحاء ليها كام شكل؟ أربع أشكال، ما ننساش. الحاء ليها كام شكل؟ أربع أشكال، إيه هما؟ حاء في أول الكلمة، ودي بتتكتب ازاي؟ هحط لنفسي نقطة عشان خطي يبقى حلو ومظبوط، أحط لنفسي نقطة وأروح نازلة عاملة خط مايل واقف على السطر اهو، حطيت لنفسي نقطة واروح نازلة على خط مايل واقف على السطر، هاخد ايديها وامشي 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 وامشي، الحمد لله وصلت واقف. دي اسمها حاء في اول الكلمة، حاء في اول الكلمة. طب عندي حاء في وسط الكلمة ودي فردت بيها الاثنين عشان بتمسك من الحرف اللي قبليها
حويضة. طيب عندي حاء كسرة، حاء كسرة، حذاء، حاء كسرة، حذاء، حاء كسرة، حذاء، حاء كسرة، حصان، حاء كسرة، حصان، حاء ضمة، حاء ضمة، حوت، حاء ضمة، حوت. طيب عندي حاء سكون، حاء سكون، عندي حاء سكون، بحر، فحم، لحم. كده تيجي احنا خلصنا الكلمات بتاعتنا، هناخد بقى اشكال حرف الحاء. قلنا حرف الحاء دي كام شكل؟ اربع، حاء في اول الكلمه، وحاء في وسط الكلمه فرده بيها الاثنين، وحاء في اخر الكلمه منفصله، وحاء في اخر الكلمه متصله ماسكه في الحرف اللي قبلها. طيب هناخد بعض الكلمات على اشكال حرف الحاء عشان كده يكون ايه لمينا نكتب مع بعض اشكال الحروف. طيب عندي حاء في اول الكلمه هكتبها كلمه ايه؟ هناخد مع بعض كلمه حرباء، 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 نقول حي في، ايوه حاء فيها كسره، حرباء، حرباء، باء، باء، باء عليها فتحه، حرباء، مد قلب برافو عليك، حرباء، همزه على الصف، شاطرين، ممتازين. طيب حاء في وسط الكلمه هناخد كلمه كده، هناخد كلمه ليه حاء، ليه حاء، لما اقول لي 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 ايوه لام تحتيها كسر، لي لي حاء، حاء عليها فتحه، لي حاء، مد الف شاطرين، لي حاء، فاء حط نقطه لنفسي، امشي 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 واطلع اعمل دايره وانزل تاني، طيب اديها وانزل، لي حاء. طيب حاء في اخر الكلمه منفصله هناخد كلمه تمساح، تمساح، لما قلت تي 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 تاء تحتيها كسرة، ميم، ميم عليها سكون، تمساح، سا سا سا، أيوة سين عليها فتحة، تمساح، بعد ألف شاطرين ممتازين أحسنتم، تمساح، أيوة شاطرين سامعاكم. حاء، حاء كبيرة منفصلة بس مش ماسكة في حرف الألف، ممتازين جدا. طب ناخد كلمة فيها حاء منفصلة زي كلمة قمح، قمح، نقول ق ق ق ق ق القاف عليها فتحة، قم، ميم عليها سكون، شاطرين جدا جدا جدا، قمح، حاء، حاء منفصلة، شاطرين جدا. استنى استنى برافو عليك. يبقى في الاخر كده هنراجع مع بعض رجعه بسيطه، عندي كام حركه قصيره؟ فتحه، كسره، ضمه، عندي كام حركه طويله اللي هو المد؟ عندي مد بالالف، واو، جاء، عندي كام حرف كده في هتشوكه؟ الف، دال، ذال، راء، زاي، واو، تاء مربوطه. طيب عندي حرف الحاء بيتقفل ازاي؟ احط لنفسي نقطه فوق الصدر، امشي 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 وارجع بظهري، واقفه واخده ايه عامله بطن كبيره خالص، اهم حاجه عندي الصدر يدخل في بطنها. الحاء دي أربع أشكال، حاء في أول الكلمة، حاء في وسط الكلمة، حاء في آخر الكلمة منفصلة، وحاء في آخر الكلمة متصلة. النهاردة خدنا حاء فتحة حمل، حاء كسرة حذاء، حاء ضمة حوت، حاء سكون بحر. يلا بينا نفتح مع بعض البوكلت ونحل مع بعض. يلا بينا يا كيجي هنفتح مع بعض البوكلت صفحة 31 ونكتب مع بعض، وعايزة خط حلو جدا وخطنا يكون كبير وواضح. هنحط لنفسي نقطة هنا عندي السطر بتاعي، هحط لنفسي نقطة فوق السطر وهنزل أعمل شرطة معروضة. أنا عايزة أكتب كلمة حمل، عايزة أكتب كلمة إيه؟ حمل، فهحط نقطة لنفسي فوق السطر وهنزل أعمل شرطة معروضة وفي دي أمشي 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 والحطة الفتحة مربعة هنا حاء ما 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 ايوه ميم عليها الفتحة حمل لام كل لام بكتبها ازاي؟ عصاية طويلة انزل 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 اعمل سلطانية وهعمل سلطانية دي تربط على صدر. عايزة اكتب كلمة حي ذا، حي ذا، حي ازاي هكتب حي؟ برضه نفس النقطة وانزل انزل انزل امشي 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 لحد الكسرة من تحت حي ذا 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 ذال ذال علينا فتحة حي ذا
بعدين عايزة أتكلم بحر بحر لما أقول ب ب ب أيوة ب على الفتحة حط نفس النقطة أنزل 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 أمشي 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 حط النقطة والفتحة بح ح عليها سكون بحر ر نكتب خط حلو مع بعض. هنا عندنا كلمة إيه؟ حوت. لما أقول حو 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 يبقى الحاء عليها ضمة ومرفوعة علينا، بس هنا كمان الحاء عليها فتحة، صح ولا غلط؟ أيوة شاطرين، غلط. هي حاء ضمة. طيب، هنا عندي كلمة إيه؟ حمل. حمل. لما أقول حاء 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 فتحة برافو علينا، ممكن الحاء فتحة، يبقى دي صح، نعمل مع بعض. هنا في عندي صوت إيه؟ حربة. حربة. هنا الحربة بالإيه؟ كسرة، برافو علينا شاطرين. طيب هنا عندي صوت ايه؟ بحر بحر. ايوه الحاء سكون شاطرين ممتازين. هنا كي جي تو هنكتب الحركه بتاعتنا بعد كده هنكتب الكلمه. هنا عندي ايه؟ صورة ايه؟ حذاء. حذاء. لما اقول حي حي ايوه حي تحتينا كسرة. طب هكتبها ازاي حذاء؟ حاء حاء تحتينا كسرة. حذاء ب ب د عليها فتحة. حذاء ايوه ممتازين مبدا الف حذاء همزه وسط. طيب عندي صورة حصان. حصان لما اقول حي 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 ح فيها كسرة. حي ص ص ص ايوه ص علينا فتحة. حصان مبدا الف ممتازين. حصان نون. احسنتم احسنتم. دي صورة ايه؟ حمامة. حمامة لما اقول حاء 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 عليها فتحة ممتازين. حاء عليها فتحة. حمامة ميم عليها فتحة. حمام ايوه شاطرين جدا جدا مادة الف. حمامة م م م ميم. حمامة مربوطة برقم. احسنتم يا كيشو احسنتم. عايزاكم تكتبوا خط حلو جدا جدا جدا. يلا بينا كيشو تو هنفتح معانا الكتاب مع بعض صفحة 43. عندي حرف الحاء. ازاي بكتب حرف الحاء؟ وهنا شرحت ازاي بكتب حرف الحاء. قال لي بعمل كده، قال لي بحط انا هحط نقطة لنفسي انت عامل زي امشي 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 لحد على ورا وضهري، واروح واخدة ايديها وانزل ايه واعمل بقى
امشي 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 امشي، راح اعمل ضربه كبيره خالص واحط ايه ضربه. طيب الحروف اول الكلمه ح بس نقطه، انزل وامشي امشي 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 واحط ايه ضربه. هنا تيجي هنا تيجي تروح هنكتب مع بعض الحرف الاول مع الحرف. عندي كلمه حوت، ايوه برافو عليك، مد بالايه؟ ايوه شاطرين جدا احسنتم، مد بالايه؟